السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا. أيام معدودة وندخل في شهر الرحمة، كل عام وحضراتكم بخير. فيديو النهاردة هو الفيديو الأخير في تنسيقات النصوص داخل برنامج باوربوينت، وفيها نتعلم إزاي نكتب بالصور. دلوقتي أنا فاتحة برنامج باوربوينت، هضيف شريحة فاضية من نيو سلايد، وأضيف مربع نص من Insert Text Box علشان أكتب النص فيه. هكتب مثلا كل عام وأنتم بخير على سبيل المثال. وأغير الحجم، هخليه أكبر، وأغير النوع، هختار خط يكون عريض وواضح. عندي فونت مثلا اسمه باندا، ده كويس، وبظبط المحاذاة. هكبر الخط كمان شوية عشان يكون ظاهر ومالي الشريحة، وبعد كده هضغط على شيب فورمات، وبعدها تكست فيل. تكست فيل ده للون بتاع النص، التعبئة بتاعته. عندي مجموعة كبيرة من الألوان، ولو عايزة درجات اللون بروح عند مور كولرز، وعندي جراديانت، دي لو هعمل تدرج للألوان، وده اللي عملناه في الفيديو اللي فات. وعندي بيكتشر لو هكتب بالصور، يعني النص اللي عندي بدل ما اعبيه لون هعبيه صورة. بضغط على بيكتشر، بيسألني عن الصورة اللي انا هجيبها دي، هل هي عندي على جهاز الكمبيوتر ولا هجيبها من مكان على الانترنت. انا مجهزة الصورة عندي على الجهاز، فهختار from a file. وبروح للمكان اللي الصورة فيه، أضغط على الصورة وإنسرت. وبعد كده من تكست أوتلاين هختار لون للحد اللي حوالين النص، وهزود سمكه. ممكن كمان من ديزاين وفورمات باك جراوند أختار لون للخلفية. مش بس كده، أنا ممكن كمان أكتب على صورة، يعني هنكتب على الصور بالصور. إيه اللخبطة دي؟ برضو هنشئ شريحة جديدة من Insert New Slide، وبعدين أحط الصورة اللي هتكون في الخلفية. Insert Picture، الصورة على الجهاز يبقى This Device. أروح للمكان اللي الصورة فيه، أعمل لها Select، وبعدين أضغط Insert. الصورة دلوقتي بتتحمل على البرنامج، وبنفس الخطوات اللي فاتت هكتب بالصور.